بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في تصحيح امتحان جهوي لنيل شهادة الصف الإعدادي لمادة علوم الحياة والأرض جهاد فاس مكناس. نبدأ بالمكون الأول، استرداد المعارف. نعتبر فيما يلي 4 اقتراحات خاطئة. تنقل المستقبلات الحسية، المستقبلات تنقل المستقبلات الشمية، السيارة العصبية الشمية إلى باحة الشم. تتكاثر الحيوانات الأولية عن طريق التبرعم. تفرز لمفاويات تي 4 بعد تحسيسها مضادات السم نوعية. تحمي الكريات الحمراء الفصيلة الدموية أو مولد اللاكت أ أو مولد اللاكت بي. انقل على ورقة تحريرك الاقتراحات بعد تصحيح ما تحتوى فقط. بالنسبة للاقتراح الأول، المستقبلات الشمية، لا تنقل السيارة العصبية الحسية في هذه الحالة الشمية، بل على مستوى تتولد تقوم بتوليد السيارة العصبية الحسية. إذن سنعوض المستقبلات الشمية بالألياف العصبية الحسية الشمية. إذن تنقل الألياف العصبية الشمية السيارة العصبية الشمية إلى باحة الشم. تتكاثر الحيوانات الأولية عن طريق تبرعم. خطأ، الحيوانات الأولية تتكاثر عن طريق الانقسام. إذا سنعوض التبرعم بالانقسام. جيم، تفرز اللمفاويات تي 4 بعد تحسيسها مضادات أجسام نوعية. خطأ، مضادات الأجسام تفرز من طرف بلزميات لمفاويات بي. إذا تفرز اللمفاويات بي وبالضبط بلزميات بعد تحسيسها مضادات أجسام نوعية. دال، تحمي الكريات الحمراء للفصيلة الدموية أو مولد اللاكت أ أو مولد اللاكت بي. إذا خطأ، سنعوض الفصيلة الدموية أو بالفصيلة الدموية أبي. تحمل الكريات الحمراء للفصيلة الدموية أبي مولد اللاكت أ ومولد اللاكت بي. تمثل مجموعتين 1 و 2 بعض المصطلحات العلمية والأدوار المناسبة لها. النخاع، المصطلحات العلمية والأدوار. النخاع الشوكي يناسبه مركز الإنعكاس. إذا 1 مع ب، مضادات الأجسام يناسبها قضاء المولد المضاد. وصية الكزاز يناسبها إفراز السمي. الخلية البدينة يناسبها إفراز الهستامين. عند لمس جسم محرق بالصدفة تقع مجموعة من الأحداث نعرضها غير مرتبة في مالي. ألف، نقل السيارة العصبية المركزية الحسية إلى النخاع الشوكي. باء، تحويل السيارة العصبية الحسية إلى سيارة عصبية حركية. جيم، نشوء سيارة عصبية حسية على مستوى المستقبلات الجلدية. دال، سحب اليد بسرعة. الهاء، نقل السيارة العصبية النابضة الحركية من النخاع الشوكي في اتجاه عضلة اليد. رتب هذه الأحداث حسب تسلسلها الزمني بنقل الحروف المقابلة لها على ورقة تحريرية. إذن الحدث الأول هو نشوء سيارة عصبية حسية على مستوى المستقبلات الجلدية. يليه نقل السيارة العصبية المركزية الحسية إلى النخاع الشوكي. ثم الحدث الثالث هو تحويل السيارة العصبية الحسية إلى سيارة عصبية حركية. والحدث الرابع هو الهاء، نقل السيارة العصبية النابضة الحركية من النخاع الشوكي في اتجاه عضلة اليد. ثم الحدث الأخير هو سحب اليد. باء، سمي مسار السيارة العصبية في هذه الحالة. مسار السيارة العصبية خلال الانعكاسات الشوكية يسمى بقوسي الانعكاس. أمر إلى المكون الثاني، الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني. التمرين الأول، عدد حادثة سير عند شخص إلى فقدانه لحاسة البصر وإصابته بشلل الرجل اليمنى. وقد بين الفحص الطبي لدماغ هذا الشخص حدوث إصابة في المنطقتين ألف وباء كما تبين وثيقة 1. كما تلاحظ أخي الكريم أختي الكريمة في وثيقة 1، المنطقة ألف هي الباحة البصرية، توجد في الفص القفوي للمخ وهي المسؤولة عن حساسية الإبصار. والمنطقة باء كما تلاحظ توجد أمام شق الروندو في الفص الجبهي، إذن هي الباحة الحركية ولها دور أو تتحكم في التحركية الإرادية عند الإنسان. ألف تعرف للمنطقة المسؤولة عن حساسية الإبصار أو حاسة البصر. المنطقة المسؤولة عن حاسة البصر هي المنطقة ألف الباحة البصرية الموجودة في الفص القفوي للمخ. تعرف باء تعرف المنطقة المسؤولة عن حركة الرجل اليمنى. المنطقة المسؤولة عن حركة الرجل اليمنى هي الباحة الحركية وتوجد في الفص الجبهي أمام شق روندو. الباحة الحركية المنطقة باء.
إلى التالي. إذن عضلة الهيكلية في حركة الرجلين ليكشف عن بعض خاصيتها، تم عزل عضلة بطن الساق في ارتعاع وتهيجها بواسطة مهيج كهربائي. تظهر الوثيقة 2 النتيجة المحصل عليها. اعتماد على معطيات الوثيقة 2، صف التغيرات التي تطرأ على العضلة بعد التهيج. نلاحظ آخر كريم، بعد التهيج العضلة لدينا عضلة قبل التهيج وبعد التهيج، وبعد التهيج العضلة نلاحظ أن طولها ينقص، إذا ينقص طولها يزداد سمكها، ينتفخ بطن العضلة ويتصلب. يعني بعد تهيج العضلة ينقص طولها يزداد سمكها ينتفخ بطنها ويتصلب. بطبيعة الحال يعني سنقول يزداد سمكها وينقص طولها. الكشف عن دور، أو السؤال الخامس، استخرج خاصيتي العضلة الهيكلية التي تم الكشف عنهما في التجربة. خاصيتين، خاصية احتياجية، احتياجية بمعنى استجابة عضلة الإهاجة بالتقلص، كما نلاحظ استجابة عضلة الإهاجة بالتقلص. الخاصية الثانية هي خاصية القروصية، عندما تتقلص العضلة ينقص طولها ويزداد سمكها ينتفخ بطنها ويتصلب. التمرين الثاني للكشف عن دور الأنفويات بي في الاستجابة المناعية النوعية، قام جيستاف نوزان سنة 1958 بحقن فأر سليم يولد مضاد أ، وبعد مدة استخلص من دمه الأنفويات بي وضعها في وسطي زرع مع بكتيريا حاملة لمولد مضاد بي وسط واحدة أخرى حاملة لمولد مضاد أ، وحصل على النتائج المبينة في الوثيقة الثالثة. قارن النتائج المحصل عليها. إذا بالنسبة للبكتيريات الحاملة المولد مضاد بي، بعد إضافة النفويات بي لم يحدث أي شيء، بحيث أن البكتيريات بقيت نشيطة، بينما بالنسبة للبكتيريات الحاملة للمولد مضاد أ بعد إضافة النفويات بي لاحظنا أنه تم القضاء على البكتيريات. إذا البكتيريات تبقى نشيطة في وسط ذرة واحد وهي بكتيريا حاملة لمولد المضاد بي، وتم القضاء عليها في وسط ذرة 2 وهي بكتيريا حاملة لمولد مضاد أ. سابعا، كيف تفسر بقاء البكتيريات نشيطة في وسط بي؟ ببساطة لأن الفأر سبق أن حقنه بمولد مضاد أ، بمعنى أن جسمه سبق أو لم يتعرف من قبل، سبق له أن تعرف على المولد مضاد أ ولم يتعرف من قبل على المولد مضاد بي. إذا بقيت بكتيريات الوسط جوج الوسط واحد نشيطة لأن جسم الفأر لم يتعرف من قبل على المولد مضاد بي، وبالتالي ليست هناك استجابة مناعاتية للقضاء على هذا المولد المضاد. ب، القضاء على البكتيريات في الوسط 2، بالنسبة للوسط 2 كما قلنا سبق أن تم حقن الفأر بواسطة المولد المضاد، بمعنى أن جسم الفأر تعرف على المولد المضاد وما أدى إلى حدوث استجابة مناعاتية، ويتوفر جسمه على مخزون من اللمفاويات بي ذات ذاكرة هي التي تدخلت في هذه الحالة وتم القضاء على المولد المضاد. لكن في الاتصال الثاني، بمعنى هنا حدث الاتصال الثاني بنفس المولد المضاد وهو مولد مضاد أ، الشيء الذي أدى إلى حدوث استجابة مناعاتية سريعة وفورية قضت على المولد مضاد أ، تجلى خصوصا في إنتاج مضادات السم موجهة ضد مولد مضاد أ، لمفاويات بي ذات ذاكرة التي تعرفت من قبل على مولد مضاد أ، عكس الوسط واحد الذي يحتوي على بكتيريا حاملة للمولد المضاد بي. ثمانيا، استخرج من معطيات التجربة ما يبين أن الاستجابة المناعية التي تتدخل فيها اللمفاويات. إذا الاستجابة المناعية التي تدخلت فيها اللمفاويات بي نوعية لماذا؟ كما نلاحظ هي موجهة ضد مولد مضاد واحد معين نوعي، إذا هي تنتج مضادات أجسام نوعية موجهة ضد مولد مضاد واحد، والدليل هو أنه قضت على البكتيريات الحاملة للمولد المضاد أ التي سبق أن تم التعرف عليها من طرف جسم الفأر، ولم تقضي على المولد المضاد على البكتيريات الحاملة للمولد المضاد بي، بمعنى أنها موجهة ضد مولد مضاد معين وليس ضد جميع أنواع مولدات المضاد، فهي نوعية. ب، ذات وسيط خلطي.
عندها تواصل خلفي لمفاويات بي، هي لمفاويات التي تتقاطع وتتفرق وتتحول إلى بنزميات. البنزميات تنتج مضادات السم، وبالتالي فهي ذات وسيط خلفي. مضادات السم مواد بروتينية ذات طبيعة خلفية، وبالتالي فاستجابة مناعاتية التي تتدخل فيها اللمفاويات بي هي استجابة مناعاتية نوعية ذات وسيط خلفي، لأنها موجهة ضد مورد مضاد معين وتتم بواسطة مضادات السم. التمرين التالت تمثل الوثيقة 4 مراحل تطور إصابة بمرض السيلة في حالة عدم تلقي مصاب لأي علاج أو متابعة طبية. تاسعا صف تطور كل من كمية حمض في اش وكمية مضادات السام خلال كل مرحلة. بالنسبة للمرحلة الأولى كما تلاحظ أخي الكريم أختي الكريمة، هناك ارتفاع سريع في فوري وسريع في كمية حمض في اش، و لم يتم إنتاج مضادات الأجسام إلا بعد مرور مدة زمنية معينة وبكميات مهمة وسريعة. المرحلة الثانية أن لدينا شبه استقرار في كمية مضادات الأجسام، تظل كمية مرتفعة و شبه استقرار في كمية حمى جي اش وتظل منخفضة. بالنسبة للمرحلة الثالثة انخفاض في كمية مضادات الأجسام وارتفاع لكمية حمى جي اش. اقترح تفسير أن التغير ملاحظ في كمية مضادات الأجسام في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة من المعلوم أن حمض في اش تهاجم اللمفاويات الأربعة وتقضي عليها، إذا انخفاض عدد أو كميات اللمفاويات الأربعة يؤدي إلى عدم تنشيط اللمفاويات بي وبالتالي عدم إنتاج مضادات السام.